السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بما أننا كسرنا العدد 1000 مشترك على القناة، فنقول هي الأخبار، أو هي الخطة للشهر القادم بإذن الله. هيكون عندنا 3 ورش كاملة إن شاء الله، مجانا تماما على القناة. أول ورشة اخترت موديل بسيط إن شاء الله، هو هذا البير. طبعا الصورة موجودة على سكيل أرت ستيشن، هتكون لنا عبارة عن ريفرنس أو جايد، وهنستخدمها إن شاء الله في أول ورشة تدريبية. والتلوين هيكون في بلندر وممكن استخدام فوتوشوب. دي الورشة، دي هتكون طبعا لو بولي وستايلزد نوت ريلستيك. دي الورشة التانية، طبعا دي كاميرا من تقريبا من أقدم الكاميرات. هيكون إن شاء الله الورشة دي هننتقل إلى مستوى أدفانسد لمستوى الريلستيك. ده الجزء التاني والورشة التانية منفصلة تماما، وهنبدأ فيها من الصفر بإذن الله باستخدام بلندر وفوتوشوب، وممكن نستخدم سابستنت للتلوين. دي طبعا الورشة الثالثة، إن شاء الله هنحاول نرسم المشهد بالكامل سواء كان مبنى، وهنركز على السيارة، وهنركز في الورشة الثالثة على الأوتوموتيف وعلى ال 3D أو هارد سيرفيس تكنيكس. هنشوف إزاي نرسم السيارة أولا، ثم بعد ذلك المبنى و الفرنتشر وهكذا. وبكده يكون غطينا معظم الأجزاء اللي هنناقشها في إن شاء الله في الشهر القادم، يبدأ مباشرة بعد شهر رمضان بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء في الدروس القادمة.